السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين هانين. كما كتشوفوا معنا هذه واحد البارطمان كنديز عليها ستيكو بلونكاسي. دابا كنديروا المرحله ديال كنحكوا الحائط، كنصنفروا بالماكينه لا ماشين سبيراتور على حساب باش ندوزوا ليه لوندوي. واحد النصيحه كنبغي نقدمها للمشاهدين ديالي، ملي كتلقاو ستيكو او العنبره قديمه كديروا اول حاجه كتحكوا الحائط مزيان حتى كيطيح منه الغبره. ثاني حاجه كتشطبوا ديك الغبره مزيان، ما كتخليوش ديك الغبار في الحائط، كتنقيو الحائط ديالكم من الغبره مزيان. كدوزوا واحد جوج كوش ديال الصباغه المائيه اللي هي الكاواتشو. من بعد ما كدوزوا الصباغه المائيه كتخليوها حتى كتكرم مزيان، كديروا واحد دوكوش ديال لوندوي، لوندوي شارج اللي هو لوندوي الترابي اللي كندوزوه فوق المرطوب باش اننا كنهيئوا الحائط باش ندوزوا ستيكو. كما كتشوفوا معنا ملي كندوزوا لوندوي كنفينيو لوندوي ديالنا، كنحكو كنطيو واحد دوكوش ديال الفينيل الصباغه المائيه. ديك الساعه كيمكن لنا نديروا اي ديكور بغينا. شوفوا معايا هاد الشقه هادي، شوفوا معايا الشقه كيفاش كانت، شوفوا معايا الحيوط كانوا مرونين، وشوفوا معايا كيفاش غادا تصبح ان شاء الله. غنحطوا فيها اللمسه ديالنا، وتشوفوا معنا الديكور اللي غادي نعملوا فيها، شوفوا معنا الحيوط كيفاش دايرين، لاميديتي، شوفوا معايا لاميديتي كيفاش داير. يعني الاشكال اللي كنا لقينا في هاد الشقه هذه وهو انها دايزه بالقبص، لقيناها دايزه بالقبص، الحيوطه دايزين بالقبص، المرطوب ديال القبص، وداك القبص ما صحيحش مزيان. كنصيحه لوجه الله، الناس اللي عندهم اللي لقاو الشقه ديالهم دايزه بالقبص، كنصحكم ما ديروش ليها ستيكو، لان ستيكو ما غاداش يديكم فوق السطح، وغتشوشا غير شي حاجه غادا تقلع. كنصحكم ديروا غير الديكورات ديال خيال ولا سيلفيا ولا شي ديكور يكون ساهل في الروتوش، اما الستيكو راه ما كتروتش، كتبغي الحفاظ. شوفوا معايا الاخوان النهايه ديال الشقه هذه، ما شاء الله طلعت، اللهم بارك. الفيديو اللي كنت لحت لكم على الديكور ديال سيلفيا راه في هذه الشقه هذه، درت لكم فيديو على هذا الفاس هذا كما كتشوفوا معنا. كنتمنى العمل يكون نال اعجابكم. ما تنساوناش بالاشتراك في القناه، دعمونا بلي لايك، لايك ديالنا الاخوان، ما تنساوناش باللايكات ديالكم، راه هما باش كيوصلوا الفيديو باش يشوفوا الناس بزاف يشوفوا العمل ديالنا. واللي عجباتو الخدمه واللي بغى يتواصل معنا راه غنخلي لكم رقم الهاتف، مرحبا بكم، وراه كنخدموا في جميع المدن المغربيه. مرحبا بالناس، ومرحبا بكم عند دار المحترف. اللي عنده شي شقه بغى يصبغها مرحبا يتصل بالهاتف، راه نخلي لكم الرقم. شوفوا معنا البيبان كيفاش كانوا موسخين، كان موسخهم القباص. شوفوا لا فينيسيو، اللهم بارك، كلشي على لا فينيسيو. شوفوا معنا القطعه ديال البيبان، داكشي اللهم بارك. هذا اللون النوتر، يعني طبيعي اللون، ما فيه يعني اللون ديالها طبيعي. الا بغيتي تزيدها لاتان ترى تزيدها لاتان ودير اللون اللي بغيتي، ولا فيها الالوان ديالها هي، الا بغيتي تجيبهم على حساب الشركه كيجيو بريباريين باش ملي كيوقع لك شي فويت ولا شي حاجه كتمشي غير للرقم ديال السيري ديال الديكور وكيعطيوك اللون ديالك. هذا اللون الكري جات هو، اللهم بارك، هذا بيد ديال الناس تبارك الله، ما شاء الله، يعني فيها واحد الناكري زوين وصحيحه، وبالنسبه للمسيح وداكشي راه كتمسح. المهم ديكور زوين وكتجيب انسان، ما كتكونش حاشه بزاف، هي راه فيها بزاف ديال لي مارك، غير هاد الماركه هادي كتعجبني كنخدم بها لانها كتجي ملسه، ما كتجيش حاشه بزاف على باقي الديكورات الاخرين. كاين عند شركات كاملين، ولكن هاد الشركه كتعجبني كنخدم بها، يعني زوينه وكيبغوا حتى الناس اللي كنخدم عندهم كتعجبهم. كما كتشوفوا معايا راه الابارطمون كامله خدمتها بسيلفيا، جات شي حاجه اللهم بارك.
المهم اخوان ما تنساوناش بالدعم ديالكم، لي لايكات الاخوان، لي لايكات الاخوان، رشكم كتنساونا باللايك الاخوان، كتفرجوا في الفيديو وكتشوفوا الخدمه وكتعجبكم الخدمه وكيعجبكم المحتوى ديالي، ولكن علاش كتنساو ليا اللايك ديالي؟ اللايك ديالي ما تنساوهاش، ديروا لنا لايك الاخوان باش الفيديو يكون عامر بلي لايك باش يوصل لعند الناس بزاف، وديروا بارطاج الفيديو، واللي ما مشاركش في القناه يدير الاشتراك، الناس ديال الصفحه ديال الفيسبوك ديروا متابعه للصفحه باش نوقع ديما نشارك معكم الجديد.